استوقف حضرتك هنا ثانيه واحده قبل ما نخش في الافكار والحلول. انا بس الاول بنشخص المشكله، اسمع رايك يا باشمهندس فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني اللي حصل في اسعار الاوراق والطباعه وكذا، وانت ازاي تاثرت كدار نشر؟ والله هو الحقيقه المساله بالنسبه لصناعه النشر اقدم من كده شويه، يعني اقدم من فكره ارتفاع الاسعار وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار. بالنسبه لصناعه النشر احنا عندنا مشكله أن الدولة المصرية لا تعترف بصناعة النشر. لا تعترف؟ اه، ما عندهاش حاجة اسمها صناعة نشر، هي مش شايفة أن في حاجة، ما فيش حاجة أصلاً اسمها صناعة نشر في مصر. يعني إيه؟ بمعنى لو حضرتك عندك صناعة ما معترف بيها هتبقى مهتم أن تسن القوانين التي تحمي هذه الصناعة. طبيعي. الدولة المصرية لا تهتم بسن القوانين التي تحمي صناعة النشر. هتبقى مهتم بأنك تبحث مشاكل هذه الصناعة. الدولة المصرية لا تهتم ببحث مشاكل صناعة النشر. هتبقى مهتم ان هذه الصناعة تمثل قوة ناعمة ليك وتمثل عنصر تصديري ينفع يدخلك عملة صعبة. الدولة المصرية غير مهتمة بصناعة النشر كقوة ناعمة ولا بانها ممكن تمثل عنصر تصديري يدخل عملة صعبة. طيب كل النفي اللي حضرتك قلته ده على اهتمام الدولة مبنى ايه؟ يعني اساسه علاماته ايه؟ وعلاماته ان انت مثلا فيما يخص القوانين، انت عندك صناعه بتضرب بالتزوير، لا توجد قوانين تمنع تزوير الكتب في مصر. لا في يا فندم، لا 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 بس غير مطبق. لا لا ما فيش، لا غير مطبقه التزوير. لا. الكتاب في مصر جنحه، ما زال جنحه حضرتك، بس التوضيح فيه تدخل تخرج ب 500 جنيه. حملات لحد اسبوعين كانت موجوده في مجهود عظيم. لا وتم القبض على ناس مزورين ومحاسبين يا استاذ، بتقبض عليهم حضرتك صحفي مرموق تابع قضايا هؤلاء الناس. بيتم القبض عليهم، بيتم القبض عليهم، ومباحث المصنفات الفنيه عامله مجهود، عامله مجهود. حضرتك كصحفي كلف كده حد من عندك يتابع هذه القضايا هتوصل ليه. ايه بقى توصل ليه؟ هتنتهي بان الشخص ده هيدفع 500 جنيه وهيخرج. ايوه اسمها قوانين بس غير مفعله، يعني لا توجد قوانين بشكل عملي. هو المعنى في النهايه ما هياش خاصه بس بعقاب المزورين فقط، وانما قوانين تنظم هذه الصناعة. قوانين تنظم هذه الصناعة كويس، قوانين تنظم علاقتها بالمطابع. تمام. طيب يعني بعيدا عن فكرة ان في قوانين ولا لا، بس في واضح ان في ضرورة لإعادة النظر في هذه القوانين، سواء في تغليظ العقوبات او في تشديد الرقابة. ده عنصر. فاحنا هنا بنتكلم عن فكرة انها صناعة ولا مش صناعة. لو انت نظرت لها على انها صناعة هتبحث مشاكلها. تمام. احد مشاكلها بالمناسبه، احنا لما بنيجي نتكلم مثلا في الجمارك على الورق والاخبار والكلام ده، ما يخص النشر، والنشر هنا اقصد نشر الكتب الفكريه والادبيه والابداع الادبي اللي هو القوى الناعمه اللي احنا بنقول عليها القوى الناعمه، ده لا يمثل في حجم استيرادك للورق والكلام ده 5%. لا يمثل. انت بتتكلم في استهلاك سنوي 500,000 طن تقريبا في مصر. ايوه. ال 500,000 طن دول داخل فيهم بقى 500,000 طن. ده استهلاكك السنوي تقريبا. نص مليون طن. نص مليون طن. ده استهلاكك السنوي في مصر. الاستهلاك السنوي داخل فيه العبوه بتاعه الشاي. داخل فيه العبوات الدوائيه. ده ورق طبع بس. لا لا مش ورق طبع. لا ده ورق طبع. 500,000 طن ده ورق طبع غير ورق التجليد. حتى لو افترضنا، بس انا شايف برضو انه قليل. انت بقى كنشر، النشر اللي هو احنا بنتكلم عنه انتاج فكري وابداع ادبي والكلام ده، رقم بسيط جدا في ده. طب هو انا معلش اسال سؤال قد يبدو سخيف. اتفضل. يعني في ناس هتقول لك دلوقتي طب وانت متضايق ليه وانت صاحب دار نشر؟ انت في النهايه راكب على المصلحه. بمعنى ايه؟ مش فاهم. بمعنى انه في النهايه انت هتحط المدخلات. هو سؤال سخيف فعلا قوي. هتحط المدخلات وتطلع سعر. هتبيع سعر. لا ليه؟ هو حضرتك بتبيع فول عند في النهايه عند الناس سلعه. لا 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 ثانية واحدة بس، مع كامل احترامنا يا ريس، مع كامل احترامنا لبائعين الفول في النهاية. لا مش قصدي، انا اقصد تبيع فول بأهميته. الفول لا 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 انا بتكلم على الفول بأهميته. فول بقى تاكله في كل الاحوال. ما انا بالظبط حضرتك لو طبق الفول في النهاية في السوق، لو طبق الفول بكره بقى 10 جنيه والكتاب سلعة، لو طبق الفول بكره بقى 10 جنيه حضرتك هتشتريه مرغما. بالظبط. ليه؟ تمام كويس. ليه مرغم؟ لا مرغم لا عشان اكل وشرب، لكن بنتكلم على القراءه صعب. تجيب تفطر وتشتري كافيار. ممكن كافيار طبعا. لكن الكتاب انت بالفعل تستغنى عنه. تمام. ليه بتستغنى عنه؟ لان برضو نرجع تاني، انت صنعت او عملت على تنشئه مواطن متسلح بالمعرفه؟ لا ما عملتش على ده. اذا فانت ما خلقتش زبون.
انت كمجتمع مفهوم ما خلقتش زبون. طيب يبقى الملمح الرئيسي عندك ان المشكله تتعدى فكره سعر ورقه وسعر طباعه وسعر كذا الى فكره منظومه النشر والطباعه في مصر.